His tag team partner, 250 pounds from Roanoke, Virginia. He has earned the title of Mr. USA, Tony Atlas. This match is set for one fall. هذه هي المباراة الرابعة والأخيرة في حلقة اليوم، وهي رباعية أيضا بين مستر فوجي وتايجر تشانغ لي من جهة، ويقابلان فيها بطلي العالم في المصارعة الحرة للفرق الثنائية، وهما راكيت جونسون وتوني أطلس. نشاهد المستر فوجي وهو من أوساكا باليابان ويزن 113 كيلوغراما. نشاهد هنا يرش الملح حسب التقليد المتبع في اليابان، ويعيد ما تبقى معه من الملح فيخفيه في ثيابه. يبدأ فوجي اللقاء من جهة، وراكيت جونسون اللقاء من الجهة الأخرى. راكيت جونسون ملاكم سابق ومصارع حالي من واشنطن عاصمة الولايات المتحدة، ويزن 114 كيلوغرام. المستر فوجي صاحب الانحناء المخادعة والبسمة الساخرة، يتراجع عن راكيت جونسون كعادته كل مرة. هذه المرة لا يتراجع، يضرب ضربة طائشة، يرسله بعدها جونسون إلى الزاوية الأخرى. جونسون ينقض، يحمل فوجي عاليا، يرميه أرضا كعادته. المستر فوجي يطلب الرفق من راكيت جونسون. توني أطلس زميل راكيت جونسون يراقب من الخارج، كما يراقب تايجر تشانغ لي زميل المستر فوجي من خارج الحلبة أيضا. مستر فوجي يضغط على ذراع جونسون، وجونسون يقدم عرضا خفيفا رائعا ويهاجم ويرسل المستر فوجي إلى زاوية الحلبة. تلامست راحتا فوجي ولي، وخرج مستر فوجي ودخل تايجر تشانغ لي. تايجر تشانغ لي من كوريا، يزن 123 كيلوغراما، وهو معروف ببطشه وقوته، يعتمد حركات الكاراتيه. الحكم ينبهه الى ضرورة التقيد بالقوانين. تايجر تشانغ لي يرسل جونسون الى الحلبة، يرتطمان ويسقطان معا. الحكم يعد من سيكون سباقا الى النهوض. نهضا معا. جونسون حمل لي محاولة تثبيت، لم تكتمل هذه المحاولة. كاد تايجر تشانغ لي ان يثبت كتفي راكيت جونسون. دخل الان توني أطلس، وخرج راكيت جونسون، ودخل الدكتور فوجي. توني أطلس يضرب رأسي خصمي فوجي ولي، وضربة من رأس أطلس تسقط لي أرضا، وضربة أخرى يعطيها لمستر فوجي تسقطه عند الزاوية. الحكم ينذر تايجر تشانغ لي للإقلاع عن ضرباته الممنوعة. عند الزاوية يدخل الاثنان لي وفوجي ويهاجمان أطلس. أطلس يتلقى الضربات، يسقط أرضا. ضربات فوجي ولي تبدو ضعيفة ولكنها مؤلمة جدا، فهما يعرفان كيف يوجهانها وإلى أين. دخل لي، نشاهد توني أطلس يتألم وهو مطروح أرضا ويتلقى مزيدا من ضربات لي.
ليضغط بقوة وعنف على أعلى كتف اليسرى، الضغط على العنق. توني أطلس يتألم، توني أطلس يحاول النهوض، توني أطلس يحاول التخلص من هذه اللقطة باللجوء إلى الحبال، ولكنه بعيد عنها. يحاول النهوض، توني أطلس يحاول النهوض، باكيت جونسون ينتظر وصول توني أطلس إليه. الهجوم ليضيق الخناق على عنق أطلس، الحكم ينذره، ينفي أن يكون قد فعل. لي يعود مرة أخرى إلى مهاجمة أطلس على عنقه، يضايقه. فوجي ولي يضغطان معا على توني أطلس، والحكم مشغول عنهما بإبعاد راكيت جونسون. تلامست الراحتان وعاد لي إلى الدخول، وخرج مستر فوجي. توني أطلس يبدو أنه متعب جدا، ويبدو أنه لم يعد قادرا حتى على النهوض، ولكنه لم يستسلم حتى الآن. الحكم ينذر لي بتجاوزه القوانين، إنه يمسك توني أطلس مسكات ممنوعة. الحكم يراقب، يبدو أن توني أطلس أصبح على وشك التسليم. كلا، توني أطلس ما زال قادر على الصمود. المحاولة الآن للتخلص من قبضتي لي. توني أطلس على الحبال ينقض على لي ويسقطه أرضا، ولكن توني أطلس ليس قادرا على النهوض عن أرض الحلبة. كلما أوشك على الوقوف هاجمه لي. توني أطلس يوجه الضربات. أصبح الآن بين لي وفوجي. فوجي يستخدم الحبل، ولي وفوجي يبعدان الحكم إلى جونسون، وكلاهما معا يهاجمان توني أطلس. فوجي من الخارج ولي من الداخل. لي يضغط على أعلى الكتفين. أطلس يحاول النهوض. أطلس يحمل لي عاليا ويهوي به أرضا. الجماهير تريد من توني أطلس أن يصل إلى راكيت جونسون. عل زميله يستطيع أن يدخل. نعم، تلامست الراحتان ودخل الآن راكيت جونسون. راكيت جونسون يهاجم لي، ضربة إلى الرأس أرسله إلى الحبال ورفعه عاليا وهوى به أرضا، وعاد إلى مهاجمته مرة أخرى. لي مطروح أرضا، جونسون يرفعه مرة أخرى ويرميه أرضا. محاولة لاستسلام تايجر تشانغ لي. دخل فوجي ودخل أطلس من الجهة الأخرى. الحكم يبعد أطلس، مسح المجال أمام فوجي. فوجي رش الملح في عيني راكيت جونسون، ولكن الحكم شاهد. الحكم أوقف المباراة وقضى بعدم كفاءة تشانغ لي وفوجي، وبالتالي فاز البطلان جونسون وأطلس بعد 8 دقائق و47 ثانية. هذا غسان خليل صباغ، يرجو لكم أسعد الأوقات وإلى اللقاء.
Wrestling fans, at 8:47, the team of Mr. Fuji and Tiger Chung Lee have been disqualified. The winners of the match, the team of Tony Atlas and Rocky Johnson.